لا لا راح نهز في فاربر. اه مش هكاك اللي يقول واو واو you
0-0. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. اوكي. يا رب يجيبها في الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تحبوا نتكلموا في الناحية الفنية، أظن لا مجال لنا نتكلموا على الناحية الفنية، لأنه في ملعب يصلح لكل شيء إلا كرة القدم. فصعب أنه نلوموا اللاعبين سواء من الفريقين، سواء عين مليلة ولا أولمبي المدية، أنه نلوموهم على المستوى الفني المقدم، لأنه صعب جدا أنك تلعب كرة قدم في أرضية مثل هذه. إذا نتكلموا على مجريات المباراة، أظن بالنسبة لفريقي شوط أول وين ضيعنا 2 إلى 3 فرص حقيقية كانت ممكن تغير مجرى المباراة، لكن نقص الفعالية خلانا ضيعنا أهداف يعني سانحة. الشوط الثاني نظن كان سجال بين الفريقين، كل فريق كان يسعى مهما تكون الطريقة أنه يسعى إلى تحقيق الهدف ولا نقاط المباراة. نظن
مباراة بمجملها الفرص الحقيقية كانت من جهتنا احنا، ولكن نظن ممكن التعادل بالنسبة لنا يخدمنا معنويا، ولكن كنا نبحث على 3 نقاط، لكن اصطدمنا بأرضية مش للواحد يتحجج، ولكن اصطدمنا بأرضية ميدان عاقت كثير لعب الفريق. احنا نقطة معنوية وان شاء الله تخدمنا في باقي المباريات، ونقول ما حظ أوفر للجمعية عين ملينا. قدم نتكلموا على منظومة دفاعية. أكيد أنه فريق به يحصل نتائج لازم المنظومة الدفاعية تمشي كما يلزم، رغم أنه باقي يعني بعد شهرين وتقريبا ونص من العمل في تحسن، ولكن يبقى شغل كبير ينتظر الفريق سواء في الناحية الدفاعية ولا حتى في النواحي الهجومية. هذه كرة القدم، أنا عن نفسي ما نعترفش بخارج الديار وداخل الديار. تلعب من أجل الفوز، تبقى أنه فيه منافس يلعب معك في أرضية ميدان، ماكش تلعب وحدك. في مرات أنه نقص الفعالية خلتنا نضيع نقاط كانت في متناولها، ولكن هذه هي كرة القدم. نتمنى وإن شاء الله أنه الفريق، وإحنا دائما نبحث أنه الفريق يتحسن أكثر، يتحسن في الأداء أكثر، ويقدم كرة أجمل، ولما تحصيل نتائج أفضل من هذه. تعادل ما نقولوش منطقي، لو نشوفوا أطوار المباراة، درنا مباراة متوسطة في الناحية الفنية. علاش؟ كان أثر علينا يعني طبيعة الميدان، ما كانتش الأرضية ما كانتش صالحة للعب 100%، أثرت علينا وغيرت لنا منهج اللعب، يعني أثرت علينا كثير، ولكن سيطرنا على كل أطوار المباراة. يعني الخصم يسي كونتونتي دو ديفوندر ديرير، وين لعب في الخلف، دافع في الخلف واعتمد على الهجومات المعاكسة. وحنا اليوم انا متفائل للمستقبل، الفريق حسنا النقائص اللي درناهم في ضد فريق شباب بالكور، وين كنا دايرين لاتاك بلاسي، استعدير نهاجمو بكتلة للامام، ولكن بعد ضياع الكرة يعني ما كناش منظمين في الدفاع. اليوم الحمد لله كنا منظمين كثير بعد ضياع الكره، يعني كنا منظمين في الدفاع، ولكن استحواذ الكره في هذا الملعب من مستحيل. باش تستحوذ الكره وتجلب الخصم اللي عندك باش تروح وراء الظهر تاعو، اعتمدنا على اون التيرنونس تاع لو جو كور جولو، يعني نستحوذ 3 كرات وتمريره عرضيه طويله، يعني سيطرنا على المباراه، ولكن الهجومات ما كانتش مبنيه كما يلزم الحال. انا نشكر اللاعبين الدور اللي قدموه، ولو ان كانت يعني اثر علينا توجو، نهضر على الميدان اثر علينا شويه. نقعدوا نعملوا ونصحوا الاخطاء ان شاء الله. لا فاز روتور هذه مازال طويله، ومازال مباراه صعاب ان شاء الله. احنا راح نعملوا بكل الجهد تاعنا باش نحسنوا الاداء ونتحصلوا على نتائج ايجابيه ان شاء الله. لما تشوف كثافه تاع اللاعبين في الدفاع تاع الفريق الخصم، ب5 لاعبين ب6 لاعبين، ما كانش يعني مساحات كثيره، وكان لا بلوبار تاع اللعبه في لا بارتي كاع هي كان بوكو بلوس لو جو ايريان، وين كانوا الصراعات الثنائيه هذيك الهوائيه كانت كثيره، يفو اتاكي لو دوزيام بالون. دونك احنا درنا اللي علينا، طرود كافوياج في لا سويت فاز دي ريباراسيون، يعني والارضيه ما كانتش صالحه، وين اللاعب يحب يسجل شحال من خطره طيحنا بلمسه واحده، نارمو يروح يدير لو كونترول دوزيام كونترول باش يضرب، هذاك الوقت اللي يدير دو كونترول دو سويت الخصم يلحقوا. انا نقول الخصم انتظرنا وكان بكثافه تاع اللاعبين في الدفاع، درنا اللي لازم. لو كانت الارضيه صالحه كانت ممكن تكون نتيجه خير من اللي درناها، والتعادل هذايا انا ليا ماهوش راح ياثر علينا، فيو لي زادفيرسير اللي كاين في المنطقه هذيك ما داروش نتيجه تانيك ايجابيه. دونك راح في الناحيه المعنويه ما راحش ياثر علينا كثير. شكرا.